عزيزي المشاهد، وقانا الله وإياكم شر المرض، ومتعنا الله جميعا بالصحة والعافية. فالابتلاء قد يكون للصغير والكبير، الابتلاء قد يكون بالغنى أو الفقر، وقد يكون الابتلاء أنه من اختبار الرحمن وابتلاءاتي أن يهب الإنسان بطفل من ذوي القدرات والهمم أو من ذوي الاحتياجات، وحبذا لو كانت أسرته فقيرة تتصف بضيق اليد. معي ومعكم حالة طفل معاق يحتاج إلى من يساعده على قهر مرضي وعلاج ظهري، يحتاج من يمد إليه يد العون والمعونة والمساعدة والمساندة. فما أجمل أن يرسم الإنسان الأمل في قلوب الآخرين ويذهب اليأس عنهم. معي ومعكم أعزائي المشاهدين حالة الطفل ساجد إبراهيم سعيد، وربنا يجعلنا من الساجدين الشاكرين الحامدين. ساجد إبراهيم سعيد، والذي يسكن بمحافظة الإسكندرية شارع أبو سليمان أرض المفتي الجديدة شارع 6. بداية أبو ساجد، كل عام وحضرتك وساجد ومساجد ومصر كلها في أمن وسلام. أمين رب العالمين. كل صحك طيب. أنت بخير. يا ريت ندي فكرة للسادة المشاهدين ما يعانيه الساجد العابد، الساجد اللي النهاردة يا رب يا رب يجعله إن شاء الله من الساجدين الحمد زي ما قلنا. أمين يا رب. ساجد بيعاني، عنده ضمور عضلات طرفي. عايز أقول لحضرتك علاجه مش متوفر حاليا هنا في الخارج، والعلاج غالي جدا بمبالغ عالية. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. عنده كم سنة؟ سجد عنده 5 سنوات. وبيعاني بالضمور من يعني بقالي 2.5 سنين بجري بساجد. كانت الولادة طبيعية، لكن الضمور دي جاله بعد انه هو مرض وراثي. وراثي بعد 2.5 سنين. وانا بقالي 2.5 سنين داخل بساجد. عايز اقول لحضرتك يعني ضمور العضلات ده اثرت عليه في كذا حاجه. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ساجد عنده تضخم على القلب، وعنده انزيمات الكبد عاليه، تضخم على الكبد، وكل ده بأساسه من ضمور العضلات. بدايتها ضمور العضلات أثرت على كل ده. عنده أوتار رجله الاتنين بتقصر. ساجد بياخد مسكنات يعني علاج مسكنات عادية، بس ما يعني ما بتساعدوش في أي حاجة خالص. ساجد حالته في النازل مش في الطالع. ربنا قادر على كل شيء. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لا اعتراض في أي شيء، الحمد لله رب العالمين، ربنا الشافي والعافي إن شاء الله. أنا مالناش غيره يعني، ده ما حبيبي ده. لا وحبيبي انا كمان ساجد، حبيبي انا كمان حبيبي. انا نفسي نفسي تعالج. معلش غير كيف مشغولي وخلبولي. يا ربي بارك بالاني وارزقني رزق حلال، صبر وصبري جميل لو كانت حمولي جبال. يا ربي بارك بالاني وارزقني رزق حلال، صبر وصبري جميل
لو كانت حمولي جبال. طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من حد يا رب غيرك في الركوع وفي السجود. طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من حد يا رب غيرك في الركوع وفي السجود. معاك اولاد غير سيد؟ معيش غيره. معكش غيره؟ معيش غيره. نفسي تعالج، نفسي بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يتعالج، ربنا يشفهولي يا رب ويخليهولي واشوفه احسن الناس. انا مش لاقي كلام اقوله، انا بدعي من ربنا ملناش غيره، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. انت موظف يعني؟ انا تكلفة العلاج عبء كبير وهم ثقيل، وباين على ابو ساجد ان انت اللي خلاك تيجي من اسكندرية لأسوان عشان في برنامج اسمه الدنيا بخير، وحاسس ان فعلا اهل مصر دايما في خير. اللي خلاك تاجي الشديد القوي، هل انت فعلا مفيش مصدر ان انت تعرف تتحمل فعلا نفقات العلاج؟ حضرتك على رد عالي، انا شغال على توك توك مش بتاعي، وقاعد في ايجار حديث. ايجار حديث؟ ما عندكش مسكن؟ ما عنديش مسكن، انا قاعد في ايجار جديد، ما عنديش مسكن وشغال على توك توك مش بتاعي، وساجد علاجه شهريا مكلف معايا برضك، فانا مش قد العين يا رب يشفولي. وانا نفسي اعالجه، انا مش عايز اكتر من كده، مش عايز اي حاجه، انا عايز اعالجه بس، عايز اشوفه كده كويس قدامي، يخش المدرسه ويلعب مع العيال ويجري، عايز يبقى كويس، مش عايز اكتر من كده، عايز اعالجه. علاجه في الخارج مش في مصر ومكلف. والله لو في اخر الدنيا بطمنك اللي جابك من اسكندريه، عشان عارف ان الحمد لله رب العالمين، يعني هقول لك ايه، ربنا كبير والخير فيه وفي امتي الى يوم الدين، زي ما بشرك الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ربي يلي بقدرتك ترزق عباد مساكين ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين. يا ربي يلي بقدرتك ترزق عباد مساكين ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم ضاقت عليهم بتفتح ألف باب. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم ضاقت عليهم بتفتح ألف باب. يا غني يا غني يا غني يا الله، يا غني يا غني يا غني يا الله، يا غني يا غني يا غني يا الله. أم ساجد، أنا شايفك برضو الأم المسكينة التي ليس لها حول ولا قوة، وهي شايفة فلزة كبدها بيعاني من الأمراض دي. أنت وصفي لي، يعني أنت بتشوفي ساجد وأبو ساجد قليل الحيلة، شعوري؟ بكون متضايقة وبقعد أعيط وربنا يشفيه بس. ربنا يشفيه، ملناش غيره، ملناش غيره، ملناش غيره طبعا، ربنا يشفيه لأن ما لناش غيره. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين،
وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغبات وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين. أحبائي الكرام، بالله عليكم ما شعوركم كآباء أو كأمهات وأنتم ترون إنسان عاجز عن رسم البسمة لطفله العاجز؟ شعوركم وأنتم شايفين أسرة مصرية بسيطة مكونة من 3 أفراد، أب وأم وفلزة الكبد اللي المفروض على الأرض يمشي. فلزة الكبد اللي النهاردة كان نفسه يعيش كسائر أقرانه وكسائر الأطفال اللي في سنه ويواصل رحلة عطائه معافى من المرض. نداء لكل محب الخير، مسؤولين أم كانوا مواطنين، سواء كانوا بمصر أو بآخر الدنيا، والله من فرج كربة عن مكروب فرحه الله سبحانه وتعالى، وما نقص مال عبد من صدقة. وهنيئا لمن بذل المال في الخير، وهنيئا لمن ساعد الآخرين ورسم البهجة والبسمة في قلوبهم. ساجد إبراهيم سعيد أتى من الإسكندرية لأسوان البوابة الجنوبية يستغيث بأمير القلوب لمشكلة في قلبه. يا كل أطباء مصر الشرفاء، ممن يتمثل فيهم المثل والأخلاق، ممن معروف عنهم كريم الصفات وحسن الطباع، أن تتبنوا حالة ساجد وإن كان العلاج هنا في مصر حبذا، يا ليتها في مصر، وإن لم يكن فبالله عليكم يا أهل المروءة والشهامة واليد البيضاء المعطاء بالخير أن تساهموا، فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، فما بالكم بساجد. والله إن أتت كاميرت مدير التصوير أحمد جابر بقسمات وجهي، والبراءة المرسومة فيه، والله ساجد إن شاء الله هيدعي لكل من ساهم إنه هو يساعده، ولو بتوفير نفقات العلاج، ولو بالدعاء، والقليل إلى القليل كثير. وهنيئا لمن فعل الخير ابتغاء مرضات الله. أبو ساجد، موضوع السكن أنا مش هوعدك، لأن في ناس هي اللي حاسة بيك وحاسة بست الحبايب زي ما هندهلها ساجد في يوم من الأيام، وحاسين بمدى المعاناة، وإن أنت تقول سواك تكتب، والله أنت الأيدي الخشنة اللي يحبها الله ورسوله، اليد العاملة، اليد التي لا تعرف العيب سوى الحلال والقرش الحلال. ولكن إن كان ما يتقاضاه إبراهيم سعيد أبو ساجد يكفي نفقات العلاج، فوالله إن شاء الله إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، وما أكثرهم في مصر المحروسة. وحتى ألقاكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الضمير، من برنامج مساعدة الصغير والكبير، الغني والفقير، حتى موعد جديد، وبرنامجكم الدنيا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.